الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبابي وأحباب شفية المغربية، لكم من السلام. تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتم على خير. هاد الوصفة خاصة بالناس اللي طلبوا وصفات ديال الحرمل. عندي بزاف الوصفات ديال الحرمل، ولكن ما حددتوش ليا أشنو الهدف ديالكم بالحرمل. كاين بزاف الوصفات عندي في القناة، ولكن غنعطيكم وصفة الأولى. كل نهار نحط لكم وصفة ديال الحرمل حتى تاخذوا الوصفات اللي بغيتوا. ولكن اليوم عندي وصفة إن شاء الله، وصفة الحرمل ديال الفتح المبين. الفتح المبين هو إن شاء الله يفتحوا لكم كاع الأبواب. الناس اللي عندهم تعسيرات، الناس اللي عندهم مشاكل في الحياة، الناس اللي عندهم مشاكل مع العمل، الناس اللي عندهم مشاكل ما تتصدق معهم حتى حاجة، وتيبغيو يديروا أي حاجة، ديما تعجزوا، ديما تيجيهم خمول، ديما تيجيهم عياء شديد، وديما تحسوا بأنهم ما قادينش يديروا حتى حاجة. ولكن الحاجة الوحيدة اللي غادي نعطيكم اليوم هي وصفة رائعة إن شاء الله غادي تديروها بالصفة والنية. ولكن القراءة على الحرمل، هو الحرمل يقرأ على نفسه. الناس القدام تيقولوا الحرمل تيقرأ على نفسه، ولكن انتم عارفين بأن الحرمل هو كل حبة موكلة بملك، هو شريف كما نقولوا شريف، ولكن الناس تشرفوه وتزيدوا قدروا، غادي تزيدوا عليه القرآن الكريم اللي يفتح لكم بزاف الحوايج. ولكن غادي هو البخور ديالو خاص انه ما بين العصر، ما بين الظهر والعصر. الناس اللي عندهم تعسير في العمل، الناس اللي عندهم تعسير في البيع والشراء، الناس اللي عندهم تعسير في البيوت، ولادهم ما تيقراوش، ما تيبغوش يقراو، ما ميسراش لهم قرايه، ما ميسراش لهم العمل. الزوج ديما عيان، ديما مدقدق، المراه تتحس بانها ديما حاسه بخمول، ديما تتحس براسها بانها عندها مشاكل. لا بد دير هذه الوصفه. الوصفه ديالي تتحتوي على 250 غرام ديال الحرمل. غادي نشريه الحرمل، راه معروف عند العطارين، ناخذه من عند عطار قبلي يكون موجه للقبله، لو يكون مشمش، لان الحاجه اللي تتكون مبهره ديما الناس يمشيو لها. ديما ناخذ الحاجه اللي عند عطار يكون عليه الرواج. هذوما الحوايج اللي خلاو الناس قدام تيقولوك سير عند الحانوت اللي تيبيع وشري مزيان، تيكون الرواج وتكون الحاجه ديالك مقديه. اذا احبابي، الوصفه ديالي ديال الحرمل هي لتعسير الامور، خاصه بالناس اللي عندهم عياء، الناس اللي عندهم تعسير في الدراسه، الناس اللي عندهم تعسير في المال، الناس اللي عندهم تعسير في الارزاق، الناس اللي عندهم هذاك العياء الشديد. بعض الاحيان ما تقدري ديري حتى حاجه، ديما تتحسي براسك بانك مريضه، ما قداش ديري شي حاجه. اذا الحرمل قاضي الحاجه في هذا الامر، ولكن غادي تجيبيه بنيه طرد العوارض اللي عندك في البيت، بحال الصداع والمشاكل، بحال ولادك ما بغاوش يقراو، بحال الزوج ما باغيش يخدم، بحال المراه مدقدقه ما قادراش طوي الحوايج، ما قادراش دير اعمال البيت. سبحان الله، لا الشتا دابا تتصب عندنا، الله يلطف بينا وينزل الرحمه يا ربي. سمعوا، تقدروا تجي الشتا في الفيديو ان شاء الله بحول الله وقوته. ناخذ هاد 250 غرام، غادي نشدها، غادي نرشها بماء الزهر، غادي نرشها ماء الزهر. ولكن هاد الوصفه غنديرها ليله الجمعه، غنبداها بليله الجمعه، هي الخميس بالليل، غنرشها بالزهر، وغادي نقرا عليها سوره الواقعه مره واحده، وسوره الفتح مره واحده، وسوره الجن مره واحده، وسوره الفلق ثلاث مرات، وسوره الناس ثلاث مرات. وغادي ان شاء الله بحول الله وقوته غنقرا سوره الشرح. سوره الشرح غنقراها 11 مره، سوره الشرح 11 مره، وغادي ندير الدعاء 11 مره. اللهم اشرح لي صدري، واشرح صدر اولادي، اولاد المؤمنين والمؤمنات. اللهم اشرح صدورنا، ويسر امورنا،
وحل عقدة من لساننا، حيث إلا دعيتي مع المؤمنين والمؤمنات سبحان الله ربي تيكمل لك بالدعاء ديالك. المؤمنين والمؤمنات ديما نخرج الدعاء على المؤمنين والمؤمنات. عرفتي شحال من مؤمن ومؤمنة في العالم سبحان الله، كلهم ديما في خفاء تيكون عندك عون ومعين لأنك دعيتي بالخير مع المؤمنين والمؤمنات. خلي عليكم في راسكم أن الدعاء مع المؤمن والمؤمنة والمؤمنات الأحياء والأموات سبحان الله سبحان الله تحيي الكروبات. ديما دعيوا 27 مرة بالتسبيح استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات، ديما نقولها ونهديها للمؤمنين سبحان الله، شي تفتح لك باب الخير. أن أي معلومة فيها خير لكم نحطها لكم بإذن الله. أحبابي كتار وحطوا لي على التعليق على الحرمل اللي بغيتوا، واش على الصداع اللي في البيت ولا هاد الوصفة حطيتها لكم شاملة على الحرمل، فيها بزاف الحوايج حتى الأولاد اللي ما باغينش يقراو. صورة الشرح تشرح الصدور، اللهم اشرح صدورهم ويسر أمورهم وحل عقدة من لسانهم يفقهوا قولهم، لأن باش لسان ديالهم يطلق في الدراسة والعقل ديالهم يتشرح. صورة الواقعة تجلب الرزق، صورة الشرح تشرح الصدور، الفلق تتحيد العين، صورة الناس تتحيد الوسواس. سبحان الله الحرمل تقرأ عليه يقرأ عليك. أول حاجة غادي ناخد واحد المبخرة، ياريت يكون فحم، ياريت يكون فحم، لأن الفحم غادي يبقاو البقايا مع الفحم ما غاديش تلوحيه في أي مكان. ولكن إلا كان عندك مقلات غادي تبخري البيت كامل. هو في المقلات أنا تنديرو في المقلة تيبخر مزيان، وناخذ ديك المقلة تكون عندها شي يد ونبخر البيت كامل، خصوصا الزوج يتبخر، المرأة تبخر، الوليدات يتبخروا، كل شيء يتبخر، كل شيء يتبخر. هذيك المقلة تقدر تبخركم كاملين. ولكن ندير جوج معالق كبار، ناخذ 250 ونبقى نبخر في الأوقات الظهر والعصر. المغرب ما تنبخروش بالحرمل، هذه هي العادة ديال الحرمل، أنه في الصباح وفي الظهر وفي العصر وفي المغرب. إذا لعجبك الفيديو خليوا لي لايك، دعموا القناة، فعلوا الجرس، حاولوا أنكم تجمعوا البقايا لأن مقرية عليها القرآن الكريم، وحاولوا أنكم تلوحوا في مكان عاشب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.